يقولوا على الانترنت واش نقول لك، الاقبال على الجرائد ما بقاش كما كان. ما غاديش نقولوا على الانترنت والهواتف النقاله ولا شي ما تنظرش حاجه واحده. وانا الاقبال على الجرائد ما بقاش، علاش؟ المحتوى ديالو ما بقاش قوي. المحتوى ديال الجرائد كل هو روطار تقريبا واحد 24 ساعه، وخا دابا الجرائد تيخرجوا ديال الغد، تيخرجوا بكري، تيخرجوا مع 3 العشيه 4 العشيه، تبقى تخلي الجرائد ديال الغد اللي كاينين، ومع ذلك ما كاينش البيع. حاجه الوحده انه الجرائد المغربيه كاملين بصفه عامه اللي معروفين، كاين واحد بعض الاعداء بلا نسميو الاسماء، كاين اربعه هادو. حاجه واحد، المبيعات ديالهم اللي كاينه لحد الان، المبيعات هي المقاهي، يتسدوا المقاهي ما تلقاش المبيعات. المقاهي لحد الان هما اللي مساعدين الجرائد في المبيعات، سدوا المقاهي، ولكن مع داء كوفي كان المبيعات كانت طالعه. يعني كان القهوي دابا من بعد كوفي بعض المقاهي، ماشي نقول بعض، تقريبا واحد 60% ديال المقاهي ما بقاش ياخذوا الجرائد بعد كوفي، يعني باقي المنع بكوفي، يعني طاحت واحد شويه المبيعات الجرائد. يعني حاليا الجرائد المغربيه اللي هز المبيعات ديالها هي المقاهي. لا لا بالعكس، حتى المحتوى ديال الجرائد اللي كاين حاليا ما كاينش محتوى خاوي، ما كاينش واحد غيجر واحد المقال ولا شي حاجه غيجر القارئ يقرا. وثانيا الشيء غيقراه تلقاه باقي كاع ما وصلوا للجرائد. بصراحه حنا كنعرفوا بان هذا الشيء مشيني، يعني تطور بواحد الدرجه كبيره بزاف، يعني بحكم ان اي معلومه كتكون يعني مصدره على اساس انها تقدر تلاح الراي العام، هي اوتوماتيك ممكن تلح في التليفون. هذا اللي كاين، يعني اي معلومه كيف ما يكون نوع تاوا كتكون يعني كيكون خبر اوفيسيال اوتوماتيك ممكن تلح في التليفون. وكاين واحد النوع ديال البشر اللي فهمتي، واحد اللي سبق ليله ما كنعممش، واحد اللي سبق ليله اللي حاليا دابا راه كتبغي تعرف مثلا برمجه ديال المقابلات وسياسه ديال يعني مشاكل يعني كتكون اداريه، مثلا شي حوايج اللي هي مثلا قليل تقدر تعرف المصدر ديالها. علاش؟ كاين واحد النوع ديال البصر عاوتاني كيبغي ياخذ جريده باش يعرف المشاكل ديال الناس، باش يعرف الكواليس، باش يعرف يعني الاجرام، باش يعرف بزاف الحوايج. كاين واحد نسبه قليله من هاد النوع هذا، ولكن دابا الاغلبيه ديال الناس دابا اي مصدر واي مثلا مشكل واي حاجه اللي هي كتكون يعني المصدر ديالها كتلح في التليفون. فهمتي ديال الغد كياخذوا مني باش كان داك الحماس، فهمتي داكشي تفقد، وخصوصا دابا في هذا الوقت دابا كتلقى بنادم كاين التليفون كيشوف داكشي، فهمتي كاين شي حوايج دابا كتكون في التليفون ما كتكون الغد ديالها كتبان ليها في الجورنال، فهمتي كاين بعض الاحداث اللي كتلقاها في الجورنال. داكشي اللي كاين دابا هو دابا هادشي ديال التكنولوجيا والى اخره، هادشي ديال التليفون يعني قدا عليه بزاف. كتلقى الاصدقاء ديالك يبيعوا الجورنال هنا في الكيوسك، فهمتي كاين ديك الاقبال ما بقاش. الجورنال كان عنده واحد الاهميه، كان كيكري على الجورنال مثلا كيكري بدا عامين بخي خلاص، فهمتي كان داك لوفيكارو كان. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.